يعني في كاتب أمريكي يقول اسمه مالكوم غلادويل، يقول عقلنا اللاوعي قادر على أنه يعمل قرارات حكيمة ودقيقة في غمضة عين استناداً على معلومات جداً بسيطة ومحددة. يعني هل تتفق مع هذا الشيء؟ أتفق بدرجة كبيرة، بس يعني كمان أنا يعني كمان أنا أصدق بموضوع أنه أحياناً هو بس في شعور كذا، هو شعور أحياناً ما هو مبرر، يعني ما هو مربوط. أنا على سبيل المثال فيلم نورة مثلاً، أنا توفيق زايد أوجه له تحية، مخرج وكاتب الفيلم، أنا يعني هو صديق قديم، إحنا أصدقاء من 14-15 سنة في مشروع نورة. طول الوقت من مراحل الكتابة إلى مراحل، يعني بكلمك عن فترة تبدأ لكذا 4-5 سنين، طول 4-5 سنين هذه وأنا كنت مآمن بتوفيق أول شيء ومصدقه، وحاس أنه فعلا عنده شيء يعني حقيقي يعني راح يعمله، رغم أنه ما كان في شيء على الأرض صراحة يقول أنه مثلا يعني ما كان عنده مثلا تجارب ثانية توفيق، بس كنت مقتنع أنه الإنسان هذا عنده شيء، عنده شيء مختلف صراحة عن الباقيين، وعنده عالم في داخله. العالم هذا لازم يطلع، يعني هو هذا العالم اللي داخله حلو لازم يطلع، توصلونها يعني للناس. يعني بالضبط، والحمد لله يعني so far so good، يعني كذا كيف انشغل على المشروع وراح بكل يعني بكل اللي بعد فيه، بس انه يعني ما اقدر اقول لك انه مثلا هنا مثلا كلامي مثلا عن توفيق ومثال ضربته ما كان مرتبط مثلا بانه انا اقدر اقول انه مثلا انه هو سوى كذا وسوى كذا وانسان مثلا شاطر في الشغله الفلانيه، ما كان في ولا شيء يبرر غير كذا، بس هو كلام يعني يمكن وصدقته يعني قصه.